السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الرابعة، الدورة الثانية، الموسم الدراسي 2020-2021، اليوم وصلت معكم للنموذج رقم 6 في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. 6 ديال النماذج، درنا النموذج الأول الثاني والثالث والرابع والخامس، واليوم وصلنا للنموذج رقم 6 في مادة النشاط العلمي. يعني اللي باقي ما تفرج في النماذج الاخرى يمشي ويتفرج فيها، كاينين لي ليان في الديسكريبسيون، تفرجوا جميع الفيديوهات وغادي تستافدوا انا متاكد، باش ان شاء الله الاستاذ ديالكم من يدير لكم الفرض تجيبوا نقطه مزيانه ان شاء الله في القسم. اذا كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، كنرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. المتتبعين الاوفياء اللي دائما مسانديني، كنتمنى انكم تزيدوا تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. اذا في هذا الفيديو كما قلت لكم غادي ندير النموذج رقم 6 في ماده النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. عندي 4 ديال الانشطه كما العاده، كما عودتكم في الفرض اللي كيتفرجوا فيه في التربويات مع الاستاذ محمد البخاري كيكون فيه 4 ديال الانشطه. اذا هنا على غير العاده عندي 2 ديال الانشطه باللغه الفرنسيه و2 ديال الانشطه باللغه العربيه. غالبا ما كندير لكم 3 ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط واحد باللغه الفرنسيه، هذه المره درت 2 ديال الانشطه بالفرنسيه و2 بالعربي. مزيان، غادي نبداو بالنشاط رقم 1، عليه 2 ديال النقط. مي اون كخوا دوفون لا بون ريبونس، اش غادي ندير؟ غادي ندير واحد الكخوا في المكان المناسب في الجواب الصحيح، صافي. لا دوغي دوسكيلاسيون دان بوندول سامبل، يعني مده التارجح ديال واحد النواس بسيط، مده التارجح ديال واحد النواس بسيط. اوغمونت lorsque la longueur du fil diminue, كتكبر منين كيكون الطول ديال الخيط صغير. augmente lorsque la longueur du fil augmente, كتكبر منين كيكون الطول ديال الخيط طويل، يعني كل ما طوال الخيط كل ما مدة التأرجح كطوال. reste constante si la longueur du fil varie, الى تغير الطول ديال الخيط هي ما كتغيرش، يعني كتبقى ثابته، يعني دوري دوسكيلاسيون كيبقى ثابت، ريست كونستانت. اذا في نظركم واش هاد مده التارجح كتكبر الى الطول ديال الخيط صغار، ولا كتكبر الى الطول ديال الخيط كبر، ولا كتبقى ثابته الى كان الطول ديال الخيط فاري كيتغير؟ اذا هنايا الجواب الصحيح هو ان هاد La durée d'oscillation d'un pendule simple augmente lorsque la longueur du fil augmente. D'accord? Et d'un adouel, je vois. الصحيح. ندوزو الان للسؤال الثاني اللي هو اون اغاب، تابعوا معايا، عليه 2 نقاط ونصف. ميز الطاقات المتجدده من بين الغير متجدده، يعني غادي نميزو الطاقات المتجدده من بين الطاقات الغير متجدده. اذا هنا ندير الطاقات المتجدده نكتبهم هنا والطاقات غير المتجدده نكتبهم هنا. اذا عندي الرياح وعندي البترول، عندي الفحم، عندي الشمس، عندي غاز البوتان وعندي الكهرباء. اول شيء غادي نبداو بالطاقه المتجدده اللي كتجدد، اذا الرياح يتجدد، الرياح مزيان. بترول، بترول طاقة غير متجددة. الفحم غير متجددة. الشمس متجددة. الغاز البوتان. الكهرباء أو الطاقة الكهربائية، طاقة الكهربائية حتى هي طاقة غير متجددة، يعني هنا الكهرباء صافي. إذا هنا فقط الرياح والشمس هما طاقات متجددة، والبترول الفحم وغاز البوتان والكهرباء هما طاقات غير متجددة، لينيرجي نون رونوفلابل. مزيان، دوزو النشاط أو بيان لاكتيفيتي 3، سويفي افيك موا سيفو بلي. لوسكان فيغ أغيباسي، دونك فيغ أغيباسي هي المكواة، مكواة فونكسيوني يعني كتخدم، كيل فورم دينيرجي كونسونتيل، دونك هي كتخدم عارفينها كتخدم بالضوء، هي واحد الآلة كتخدم بالضوء. إذا شنو هو النوع ديال الطاقة اللي كتستهلك؟ لا فورم دينيرجي، لا فورم دينيرجي، دينيرجي لي كونسومي هو دونك لينيرجي، انرجي إلكتريك، صافي إلكتريك الطاقة الكهربائية إلكتريك، صافي. الإنرجي إلكتريك هي اللي كتكونسوميها، صافي كتكونسومي الإنرجي إلكتريك، الطاقة الكهربائية. لا دوزيام كيسيون، كيل فورم دينيرجي برودويتيل، شنو هي الطاقة اللي كتنتجها، صافي النوع ديال الطاقة اللي كتنتجو. دونك الإنرجي، دونك لا فورم دينيرجي، دونك لا فورم دينيرجي اللي كتنتجو هي الإنرجي، لانرجي
انرجي تيرميك، تيرميك انرجي تيرميك يعني الطاقة الحرارية، انرجي تيرميك الطاقة الحرارية، في انرجي تيرميك. دونك هاد الفيراغي باسي اللي هي الميكوات كتستهلك طاقة كهربائية وكتنتج طاقة حرارية. علاش كتنتج داك الطاقة الحرارية؟ باش نصلحو داك القميجة مثلا اللي بغينا نصلحوها، ولا الثوب اللي بغينا نصلحوه، إلى غير ذلك. مفهوم؟ نمروا الآن إلى السؤال الأخير أو النشاط الأخير اللي هو نشاط رقم 4. أجب بصحيح أو خطأ. إذا غنجاوبو بصحيح أو خطأ، عندنا مجموعة من العبارات. إذا كانت العبارة صحيحة غادي نكتبو صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة نكتبو خطأ. نبداو بالعبارة الأولى. تقل مدة تأرجح النواة البسيط عند زيادة طول الخيط. إذا طولنا الخيط غادي تقل مدة التأرجح، إذن هذه عبارة خاطئة، خطأ. إذن كل ما زاد طول ديال الخيط كل ما زادت مدة التأرجح، صافي. غاز البوتان مصدر للطاقة المتجددة، إذن غاز البوتان هو المصدر ديال الطاقة المتجددة. حنا عاد قلنا الفوق غاز البوتان هو من الطاقات غير المتجددة، إذن خطأ. صافي، يقدر يكون مثلا غاز البوتان مصدر للطاقة غير المتجددة. مثلا يجذب المغناطيس الكهربائي الحديد، إذا المغناطيس الكهربائي اش كيجذب لنا؟ كيجذب لنا الحديد. حنا شفنا في الدرس يعني بأنه يجذب المشابك من حديد، إذا صحيح. أها، يتكون المغناطيس الكهربائي من سلك موصل وقضيب من الحديد المطاوع. إذا المغناطيس الكهربائي كيتكون من واحد السلك موصل وواحد القضيب من السلك المطاوع، صحيح كذلك. إذا هادو هما المكونات ديال واحد المغناطيس كهربائي. العبارة الموالية، تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية عندما يدير بخار الماء عن نفاث المنوب. هذه عبارة خاطئة، إذا خطأ. لماذا؟ لأنه هاد الطاقة الكهربائية كتحول إلى طاقة حرارية عندما يمر تيار كهربائي في سلك موصل، صافي. عندما يمر تيار كهربائي في سلك موصل، مزيان. العبارة الموالية، ينجز النواة البسيط حركة دورانية تذبذبية. إذا ذاك النواة البسيط كينجز واحد الحركة دورانية تذبذبية. ينجز النواة البسيط حركة دورانية تذبذبية، والإجابة صحيحة، نعم. إذا الحركة ديال النواة البسيط كتكون عبارة عن تذبذبات، صافي. إذا عبارة عن حركة تذبذبية. إذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي ديال النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي النموذج رقم 6، صافي. اللي باقي ما تفرجش في النماذج الاخرى كاين اللي ليان في الديسكريبسيون، يتفرج بتمعن وان شاء الله غادي يفهم الفرق. بالنسبه للمتتبعين اللي بغاو الفروض PDF، يحطوا لي النيميرو ديالهم ديال الواتساب في الكومنتار، وغادي نجاوب كل شيء، وغادي نصيفط لكم جميع الفروض اللي درنا. مرحبا بكم في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، زيدوا بارطاجيو الفيديو مع اصدقاء وصديقات ديالكم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.